السلام عليكم وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في وصفه جديده. هذا النهار غادي نقدم لكم بسيطلات صغار حلوين بالدجاج غايف، كيجيو مقرمشين بحال الورقه ديال البسطيله. تبعوا معايا باش تعرفوا الطريقه والمقادير. المقادير البنات، انا هنا عندي نص كيلو نتاع الدجاج، اي نص دجاجه حسب افراد كل واحدة، على حسب افراد الاسره ديالو. عندي ربطه نتاع القزبر معدنوس، عندي كيلو لاروب نتاع البصله مشلضه رقيقه، عندي هنايا العطريه، ناخذ معلقه نتاع العطريه ديال الدجاج، نص معلقه نتاع القرفه غبره، عندنا قرفه صينه، عمايد، سكينجبير، ليبزه عفوا زعفران اللي متوفر له شعره يقدر يدير شعره. عندي معلقه نتاع سكينجبير والخرقوم والملح والابزار والكوزه، غادي نحكها واحد شويه. وعندنا كاس نتاع العنبه مخلط بين زيت البلديه وزيت المائده، وعندنا اللوز قيمه 200 غرام اللي غادي نديروه مع الدجاج، واللوز شرائح للتزيين. تبعوا معايا الطريقه. طيبوا فيها، كنوضعوا فيها البصل والدجاج مع الربطه نتاع الربيع والزيت، كاس نتاع الزيت، كاس العنبه، كناخذوا العطريه ما عدا الكوزه كنخليوها، كنحكوا واحد شويه نتاع الكوزه. هنايا البنات غادي نوضعوا الطنجره ديالنا فوق النار كتقلى وهي كتطلق الماء، لهذا ما غاديش نمرقوها بزاف نتاع الماء. غادي يلاه غادي نضيفو كاس. البنات هنا الدجاج ديالنا، ها هو البصله، ها هي بدات تطلق الميه ديالها. كنحاولوا نقلبوا غير شويه الدجاج غير باش تدخل لهذيك العطريه، صافي. ونديروا لها، نزيدوا لها الماء، كنغطيو عليها حتى كيطيب الدجاج. وفي اثناء الدجاج ما كيكون يطيب كنوجدوا الرغايف. الرغيف ديالنا البنات كنحتاجو 3 الكيسان تاع العنبه تاع الدقيق الابيض، ربع ملعقه تاع خماره الكيماويه، شويه الملح، وجوج معالق كبار تاع الزيت النباتيه. وهنايا عندي كاس ونص تاع الماء قياس العنبه باش نجمع العجينه. وبالنسبه للماء يقدر يكون كثر يقدر يكون قل على حسب الطحين. هنايا كنضيفو الخميره والملح والزيت، كنبداو نجمعو بالماء. الماء بطبيعه الحال كيكون بارد كما سبقت وقلت لكم، يقدر هنايا يجيوك جوج كيسان او كاس ونص او اكثر على حسب الدقيق الا كيتشرب او ما كيتشربش. هنايا كنستمروا نخليو العجينه غير تشوفوها كتلصق، تبدي تلصق لكم في اليدين، كتجمعوها، هي خصها تجي شويه رطبه وكتلصق في اليدين. صافي كنمروا، بعد ما كنجمعوها كنمروا، ندلكوها مزيان، تدلك واحد 5 حتى 10 دقائق. هنا كندلكوا العجين ديالنا مزيان حتى كنحسوا به مابقاش كيتلصق في اليدين، العجينه مابقاتش كتلصق لنا في اليدين. نستمروا في الدلك. هنايا البنات العجينه ديال دلكناها مزيان، غادي نقسموها على جوج. كناخذوا واحد البلاطو نديرو جوج كويرات، كنكونو دهناه بالزيت، كنخليوهم يرتاح ونغطيوهم بالبلاستيك الغذائي يرتاحوا مزيان وكيطيب لنا الدجاج ديالنا، ونفوتو نكملوا الطريق. كنوضعوا اللوز البنات يتسلق بلا ما وجدنا الدجاج والرغايف. بعد ما فسخناه وقليتو غادي نطحنوا مع 3 المعالق كبار نتاع السكر كلاصي ومع معلقه نتاع القرفه. البنات البصله
كنضيفوا لها الدجاج اللي فرتتناه، حيدنا له العظم، وكنبداو نحركو حتى كتنشف لنا مزيان بالماء، ما كيبقاش فيها ما كتبقاش فيها الماء نهائيا، حيت الا بقات فيها الماء غادي تقطع لنا العجينه. البنات كناخدو نطلقوا الرغيف، الرغيف كنطلقوا الكره الاولى، انا هنايا دوبت شويه الزبده، طلقتها بشويه الزبده باش تجيني مقرمشه، كنحاولوا نطلقوها. البنات كيما جاتكم ماشي ضروري تكون يكون الشكل ديالها متساوي، يعني ماشي مشكل بالنسبه، حيت غادي نوليو نشكلوها في التالي منين غادي نجمعوا الرغيفات بجوج. كنحاولوا نرقوها مزيان باش ما تجيناش، باش نحسوا بديك القرمشه بحال الورقه. كنتنيوها التنيه نتاع المسمن، نتنيوها ونوليو ندهنو بالزبده ما نساوش، ونخليوها ترتاح، ونمرو نوجدو الرغيفه الثانيه. بنفس الطريقه اللي طلقنا بها الرغيفه الاولى كنطلقوا الرغيفه الثانيه، وكنتنيوها نفس التنيه بحالها نفس الطريقه. كنستمروا البنات، غير حاولوا الوسط نتاع المسمنه ديالنا ما نخليوهاش، خصنا نرقوها من الوسط، من حيث الوسط باش ما تجيناش العجينه غليظه مدقصه. حاولوا ما امكن تسرحوها، واخا تقطعتنا ماشي مشكل، وما نساوش الزبده، ديما نرشب الزبده باش تجينا القرمشه، تجينا الورقه، تجينا عفوا الرغيفه مقرمشه. هنايا كنتنيوها صافي، كنستمروا نفس الطريقه، نفس العمليه اللي درنا في الرغيفه الاولى كنديروها في الثانيه، ونخليوها ترتاح. هنا البنات بعد ما سبق لي وطلقت الرغيفه الاولى، كندوز للثانيه، كنحاول نوضعها فوق الرغيفه واحده فوق الثانيه، نحاول نطلقها باش يجي الشكل ديالها متساوي، باش ملي نقطع البنات المربعات باش ما نضيعش العجينه، باش يجيوني المربعات تقريبا متساويين. نحاولوا نطلقوها، وما تنساوش البنات طلقوا الجوانب طراف باش ما يجيوناش مدقصين. صافي كنستمروا البنات الجوانب والوسط، كناخدو ديك الجراره ونقطعو، وديك المغلقه بها باش غادي ناخدو العبار. بالجراره البنات او بسكين يكون ماضي كنقطعو الرغيفه، نحاولو نديرو القطع تكون متساويه. انا هنايا الدجاج ضفت عليه اللوز اللي تسبق لي وطحنته، صافي كندهن ديك المغلقه او طبسيل او زلافه اللي عندكم، نبداو نعمرو في البسيطلات. كنبداو نعمرو العجينه بالدجاج اللي سبقنا حضرناه، صافي كنغلقو عليها، نحاولو ما نخرجوش الحشوه على برا، صافي غير باش كتاخذ لنا الشكل يكون متساوي. هنا يا البنات الا لقيتو شي اطراف زايده حاولوا تقطعوهم. نضيف معكم هذه الثانيه، نبلعوها، نحاول نغلقوها مزيان. صافي كنستمر حتى كنكملوهم كاملين، نستفوهم في صني. البنات خرجوا لي انا هنايا 9 نتاع البسيطلات، يعني اللي بغى اكثر يضاعف المقادير.
انا دروك غادي ندهنهم بصفر نتاع البيض وغادي ندخلهم للفران. راه كيجي الحجم ديالهم كاملين تقدا وحده. ما تنساوش تحاولوا تقبوهم غير بكوردون غير باش ما يطرطقولناش ملي نخشيوهم في الفران. بعد ما لبسيت لطابو خرجناهم من الفرن عفوا كنحاولوا نزينوهم. انا هنايا خديت العسل دهنتهم شويه بالعسل ونزينهم باللوز شرائح او اللوز ايفيلي، وكيبقى التزيين اختياري اللي متوفر عند السيده في المطبخ ديالها. وحدين غادي نزينهم الطريقه التقليديه نتاع البسطيله المغربيه، وهو السكر الثقيل والقرفه. كنستمر هنايا كنزينو بسيطلات. تبارك الله المرأة المغربية راه فنانة في التزيين. نستمرو تنكملوهم كاملين ونمرو للتقديم. اما البسيطلات ديالنا بعد ما زيناهم كيجيو مقرمشين بواحد الطريقه اللي نفس بحال ورقه البسطيله. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك وبالبارطاج حتى وصفه قادمه ان شاء الله.